سعى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيبالي في أنقرة للبحث عن تفاهم مشترك لتكامل اقتصادي وأمني، مباحثات وصفتها الأوساط الدبلوماسية ومحا الإعلامية بأنها كانت جدية تعكس رغبة لدى كلا الطرفان نقل العلاقات الثنائية من الإطار التقليدي إلى إطار التعاون الاستراتيجي. كما تعرفون، في الصيف الماضي تم التوقيع على اتفاقية بين العراق وتركيا. هذه الاتفاقية تغطي التعاون في كافة المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتجارة ومسألة الحدود بين البلدين. وراء أنه حان الوقت لاتخاذ خطوات عملية لتنفيذ هذه الاتفاقية. وزير الخارجية التركي علي بابا جان من جانبه أعرب عن ارتياح بلاده من المستوى الذي وصل إليه التعاون بين البلدين، لا سيما الأمني المتعلق بمكافحة نشاطات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. ما لمسناه هو الموقف الجديد للحكومة المركزية في العراق، وهو موقف عملي يعكس رغبة صادقة لتخطي وحل المشاكل العالقة بين البلدين، لكننا بحاجة إلى تكثيف الجهود والخطوات خلال المرحلة المقبلة لتخطي كافة المشاكل التي تعيق تطور العلاقات بين البلدان. وفي إطار اتفاق التعاون الأمني بين البلدين الذي وقع خلال زيارة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلى بغداد في تموز يوليو العام الماضي، تقرر خلال المباحثات التي أجراها زيبالي في أنقرة عقد اجتماع للجنة الأمنية المشتركة بحضور الوزراء المعنيين عن كلا البلدان في إسطنبول خلال الأسابيع المقبلة لوضع آلية مشتركة لمكافحة نشاطات حزب العمال الكردستاني، على أن يكون مركز قيادة هذه اللجنة في مدينة أربيل في شمال العراق. هذه المشكلة سوف لن تعالج في ليلة أو ضحى، تحتاج إلى مجموعة من الإجراءات السياسية والاقتصادية والعسكرية ربما والاستخباراتية إلى آخره. لذلك أعتقد بأن الجو أفضل. يعني تتذكر أين كنا العام الماضي والآن حالي. وما بين الأمس واليوم تبدو العلاقات التركية العراقية أكثر نضوجا، ربما لشعور البلدان بحاجة كلا الآخر، فالعراق يسعى إلى الاستقرار وتركيا تريد تخطي الهاجس الأمني على حدودها المشتركة. بات واضحا وفي ظل التحركات الدبلوماسية المكثفة باتجاه كلا الآخر بأن العلاقات التركية العراقية وبرأي أغلب المراقبين خرجت من إطارها التقليدي والمألوف لتأخذ منحا آخر مبني على استراتيجية تحمي مصالح كلا البلدين. بشار فهمي، الحرة، إسطنبول.